الأمل. الأمل هو ذلك الشيء ذو الريش الذي يستقر في الروح ويغني لحنا بلا كلمات ولا يتوقف أبدا. وأعظم ما يكون في العاصفة يسمع، ولا بد أن تكون العاصفة شديدة لتربك ذلك الطائر الصغير الذي منح الدفء للكثيرين. لقد سمعته في أشد الأراضي برودة، وعلى أغرب البحار، ومع ذلك لم يطلب مني قط حتى كسرة خبز واحدة.